شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف عن أبي موسى الضرير قال: حدثني موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أليس كان أمير المؤمنين كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبرائيل والملائكه المقربون عليهم السلام شهود فاطرق طويلا ثم قال يا ابا الحسن قد كان ما قلت ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه واله الامر نزلت الوصيه من عند الله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع امناء الله تبارك وتعالى من الملائكه الى اخر الحديث الشريف. في هذا الحديث الشريف الامام الكاظم عليه السلام يسال اباه الامام الصادق عليه السلام عن الوصيه. رسول الله صلى الله عليه واله اوصى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بوصايا. وامير المؤمنين كتب تلك الوصايا فهل هناك وصيه اخرى غير هذه الوصايا التي وصاها رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين عليه السلام فيجيب الامام الصادق عليه السلام انه نعم هناك وصيتان وصية وصاها رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين كتب تلك الوصية، ولذا كان أمير المؤمنين وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أذعن لذلك المخالفون وغير المخالفين، أذعنوا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن رسول الله صلى الله عليه واله قال: "من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية". فالوصية أمر محبذ، الإنسان ينبغي عليه أن يوصي. أولاً لعل في ذمته حقوقا للناس، وهو يعلم بها، لكن إذا مات لعل الورثة لا يعلمون بها، فتضيع حقوق الناس. ولعل هناك في ذمته حقوقا لله سبحانه وتعالى، ولعله يموت قبل ان يؤديها، فلذلك ينبغي عليه ان يوصي لألا تضيع حقوق الناس او حقوق الله سبحانه وتعالى، كما ان لرسول الله صلى الله عليه واله وصايا تتعلق بالامه وبكيفية التعامل معهم، إضافة إلى الوصية في القضايا الشخصية، رسول الله صلى الله عليه واله لم تكن في ذمته حقوق للناس يخشى من ضياعها، أو حقوق لله يخشى من ضياعها، ولكن الوصية تؤكد أداء تلك الحقوق من بعده. وقد مات رسول الله كما في بعض الأحاديث مديونا حينما سم الرسول وتوفي بعد ذلك بالسم مات مديونا زين هذه الديون حقوق الناس يجب أن تؤدى إلى أهلها وكذلك هناك أمور ترتبط بالأمة هذه الأمور الرسول صلى الله عليه وآله وصاها أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأمير المؤمنين كتبها. تأكيدا لها، وإلا أمير المؤمنين لا ينسى لأنه معصوم، والمعصوم لا مجال للنسيان فيه، لكن هذا من باب التأكيد والتوثيق، هذه وصية، لكن وصية أخرى أهم، هي وصية الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسوله صلى الله عليه واله، وهذه الوصيه تتعلق بامير المؤمنين وبسائر الائمه كما مر في الاحاديث الماضيه، في هذا الحديث تفصيل في جانب وصيه الله سبحانه وتعالى امير المؤمنين عليا عليه السلام في كيفيه تعامله حينما يرتحل رسول الله الى حين استشهاد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وهذه الوصيه لعظمتها الله سبحانه وتعالى احاطها بمجموعه من الامور لتتضح منزلتها، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى تشريفات، لكن احيانا لبيان اهميه شيء الله سبحانه وتعالى يجعل معه مجموعه من الامور لتتبين عظمه ذلك الشيء مثلا الله سبحانه وتعالى هو العالم العادل لا يحتاج الى ان يحاسب الناس ويحاكمهم حتى يدخل اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار الله سبحانه وتعالى قادر بدون أية محاسبة يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار لكن الحكمة اقتضت أن تتشكل محكمة في يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ثم يحاسب كل إنسان على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ويجازى كل إنسان وت تتضح عظمة المؤمنين في ذلك الموقف للجميع ويتضح سفال الكافرين والمنافقين في ذلك الموقف ويتضح للجميع عدل الله سبحانه وتعالى فتعظيما لعدله وتعظيما لأوليائه المؤمنين ولجهات أخرى الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموقف في يوم القيامة، وكذلك بالنسبة إلى بعض الأمور الأخرى، الله سبحانه وتعالى حينما يريد اتضاح منزلة وعظمة تلك الأمور يحيطها بمجموعة من الأمور، مثلاً الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ينزل التقادير ولكن يحيطها بمجموعة من الامور تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. بعض السور او بعض الايات كما في الاحاديث الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينزلها شيعتها حسب الاحاديث سبعون الف ملك من الملائكه مثلا. وهكذا وهلم جرا. الله سبحانه وتعالى أراد تعظيم هذه الوصية وبيان أهميتها لذلك أنزلها مع جبرائيل ومع مجموعة من الملائكة المقربين وأوصلها لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله ورسول الله أعطاها لأمير المؤمنين علي عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى ب موقف معظم جدا، ثم بين بعض ما في تلك الوصيه او جميع ما تلك ما في تلك الوصيه فيما يخص امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام واخذ منه المواثيق. امير المؤمنين معصوم لا يحتاج الى اخذ الميثاق منه، ولكن لتعظيم هذه الوصيه، كما ان الانبياء الله سبحانه وتعالى اخذ منهم المواثيق كما ورد في ايات متعدده من القران الكريم اخذ منهم المواثيق والمواثيق الشديده مع انهم معصومون يعني بامر من الله سبحانه وتعالى يمتثلون لا يخالفون امر الله لعصمتهم ولكن لبيان اهميه ما في الميثاق واهميه العهد الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق من ال... أنبياء وأشهد عليهم كذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى يأخذ الميثاق من أمير المؤمنين علي عليه السلام ويشهد عليه وأمير المؤمنين يواثق الله سبحانه وتعالى بما في الميثاق على رغم صعوبته في فقرة من فقرات هذا الحديث. أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سقط من هول هذا الميثاق ومن صعوبته، لكن عاهد الله سبحانه وتعالى بالقبول وبالتنفيذ، وبالفعل نفذ ذلك على رغم صعوبته البالغة. في هذا الحديث الشريف الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قال قلت لأبي عبد الله يعني الإمام الصادق يعني أباه عليه السلام أليس كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كاتب الوصية ورسول الله المملي عليه وجبرائيل والملائكة المقربون شهود يعني الرسول كان يذكر الوصية وأمير المؤمنين يكتبها وجبرائيل وسائر الملائكه المقربون شهود على ذلك لان الملائكه اصناف ايضا ولو ان جميع الملائكه معصومون كما ورد في ايات متعدده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ومجموعة من الآيات تدل على عصمة الملائكة بأجمعهم لكن الملائكة أيضا درجات كما أن الأنبياء معصومون لكن الأنبياء درجات أيضا فضلنا بعض النبيين على بعض يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وأنبياء أولو العزم نوح ابراهيم، موسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه واله وعليهم الصلاه والسلام، افضل من سائر الانبياء. وهكذا الانبياء درجات، كذلك الملائكه، فقسم من الملائكه القران يعبر عنهم بالملائكه المقربين، كما قال سبحانه وتعالى في سوره النساء: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. فهؤلاء منزلتهم جدا عظيمه، ولعظمه الوصيه، الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكه شهودا عليها. وصيه الرسول يتلوها وامير المؤمنين عليه السلام يكتبها. الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فاطرق طويلا. نزل راسه فكأنه يفكر كأنه هذه الوصية أثارت شجونه ثم قال نعم هذه كانت وصية لكن هناك وصية أخرى أيضا نزلت من عند الله سبحانه وتعالى كتابا مسجلة ثم قال يا أبا الحسن قد كان ما قلت نعم هناك وصية من إملاء رسول الله وكتابة أمير المؤمنين ولكن حين نزل برسول الله الامر يعني قضاء الله برحيله عن هذه الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى قضى الموت للجميع، فخاطب رسوله صلى الله عليه واله انك ميت وانهم ميتون، فحينما نزل الامر برسول الله صلى الله عليه واله يعني القضاء المحتوم برحيله عن هذه الدنيا قرب ذلك. نزلت الوصيه من عند الله كتابا مسجلا. مسجل من التسجيل فاما هو تاكيد للكتاب يعني كتابا مكتوبا او بمعنى السجل. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب شايفين السجل الملف شلون يجمع مجموعه من الاوراق المكتوبه فلعل المسجل هنا هكذا يعني كان كتابا في سجل لانه قرانا في الاحاديث الماضيه لكل امام وصيه وخاتم فلعله 12 كتاب وكل هذه الكتب مجموعه في سجل واحد نزلت الوصيه من عند الله كتابا مسجلا، هاي مو وصيه الرسول لامير المؤمنين حتى امير المؤمنين يكتبها، لا، وانما وصيه الله سبحانه وتعالى انزلها بشكل كتاب وكما تلونا في الاحاديث الماضيه لم ينزل على رسول الله كتاب غيره. نزل به جبرائيل مع امناء الله تبارك وتعالى من الملائكه هذه وصيه عظيمه جدا فقال جبرائيل يا محمد مر باخراج من عندك الا وصيك جميع من كانوا حول الرسول لان الرسول كان في فراش المرض وطبيعي انه اولا المريض يعوده الناس او الاقرباء وثانيا رسول الله هو رسول من الله وهو الحاكم فأكيد ان الناس يذهبون اليه ويجتمعون عنده في حدث مهم كهذا وحديث رزية يوم الخميس معروف ان كان هناك مجموعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه واله حول رسول الله في يوم الخميس قبل وفاته بايام فالرسول قال ايتوني بكتاب ودوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا هاي الكلمه لن تضلوا بعدي ابدا وين استعملها الرسول اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا يعني الرسول كان مبلغ شفها فاراد ان يبلغ كتبا فحينما قال كتابا لن تظلوا بعدي ابدا، واضح انه يريد يوصي بامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام مكتوبا ولذلك ما خلوا الرسول يكتب هذا الكتاب وقال قائلهم والعياذ بالله ان الرجل ليهجر فلذا الرسول صلى الله عليه واله قال قوموا عني طردهم عن الدار على كل حال فكانوا يجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه واله فلذا في هذه المرة قال جبرائيل يا محمد مر بإخراج من عندك إلا وصيك إلا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام فليبقى ليقبضها منا. يعني الأمير المؤمنين يقبض هذه الوصية ب بواسطة الرسول يقبضها من جبرائيل والملائكة الذين نزلوا بها من السماء يسلموها للرسول والرسول يسلمها لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وتشهدنا بدفعك اياها اليه. انت ايضا نراك تسلمها له لنشهد عند الله باننا سلمناها لمحمد رسولك صلى الله عليه واله وهو سلمها لعلي وليك عليه السلام. ضامنا لها يعني أمير المؤمنين يكون ضامنا لتنفيذ ما في هذه الوصية يعني عليا عليه السلام ضامنا لها يعني أنت تستلم هذه الوصية تسلمها لعلي وعلي يعاهد الله ويضمن بتنفيذ ما في هذه الوصية فأمر النبي بإخراج من كان في البيت ما خلى عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب يعني هناك باب وعلى الباب ستر وخلف الباب الغرفه ففاطمه كانت بين الستر وبين الباب لعلها كانت تسمع الوصيه فقال جبرائيل يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول هذا كتاب ما كنت عهدت اليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمد شهيدا إن الله سبحانه وتعالى كان سابقا قد أخبر رسول الله بهذا الكتاب وشرط عليه بأن يوصله والرسول قبل ذلك والله سبحانه وتعالى أشهد الملائكة على ذلك هذا لبيان عظمة الكتاب والا الرسول معصوم لا يحتاج الى اشهاد عليه وانما لبيان عظمه ما في هذه الوصيه مثل ما في الايه الشريفه مثلا شهد الله انه لا اله الا هو لماذا الله يشهد بانه لا اله الا هو لماذا الملائكه المقربون يشهدون زين الملائكه المقربون يشهدون لانهم عبيد لله سبحانه وتعالى الله لماذا يشهد يشهد لبيان عظمة هذا المشهود به قال فارتعدت مفاصل النبي لأن هذا التوثيق وهذا التأكيد يوجب هيبة في الموقف أولا وثانيا مضمون هذه الوصية فيها الصبر على الأمور الجسام المصائب التي نزلت على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه واله هيبة فقال يا جبرائيل ربي هو السلام لأن جبرائيل قال ربك يقرئك السلام فجواب النبي شنو هو؟ ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام الله هو السلام كما في سوره الحشر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن من اسماء الله سبحانه وتعالى السلام السلام يعني شنو يعني المنزه من كل عيب لان السلام شنو معناها السلام معناها التعري من الافات الظاهره والباطنه هذا معناه السلامه نقول فلان سالم لو مريض يقولون سالم يعني شنو؟ لا عاهة فيه لا مرض فيه الله السلام هو السلام يعني شنو؟ يعني منزه من كل نقص الله هو الكمال المطلق لا نقص فيه لذا كان هو السلام لذا السلام من صفات الذات لان الله سبحانه وتعالى ذاته منزهة من كل عيب زين الله هو السلام ومنه السلام يعني كل كمال ينشا من الله سبحانه وتعالى. الايه الشريفه: "وما بكم من نعمة فمن الله". الان اي كمال موجود في العالم منو سببه؟ الله سبحانه وتعالى. اي انسان عنده اي شيء، عنده علم، عنده تقوى. عنده إمكانيات مادية، إمكانيات معنوية، أي كمال تتصوره هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لذا ومنه السلام. وإليه يعود السلام. يعني الثناء يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنه كلما مدحنا شخصاً بكمال فيه فإنما مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تشوف واحد عالم متقي تمدحه بعلمه وتقواه عند اقرانك وعند اصحابك تمدحه طبعا المدح في وجه الانسان هذا ليس محبذا لانه كثير من الاحيان يختلط المدح بالتملق لكن ان تمدحه بظهر الغيب تمدحه بصفات فيه هذه الصفات اللي تمدحها يعني صفات حسنه هذه من شوها من الله سبحانه وتعالى صدق الله عز وجل وبر صدق الله هو واضح الكلام المطابق للواقع هو الصدق او العمل المطابق للواقع هو الصدق وبر يعني شنو؟ يعني أحسن فيما قدر الله حتى إذا قدر المصائب هذا خير لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لأوليائه إلا الخير أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وفى بالشرط لأن الله اشترط على أنبيائه وعلى أوليائه على المؤمنين طاعته والصبر وفي المقابل يعوضهم بالدرجات العالية والله يفي بما وعده بما وعده يفي وهذا يكون البر هات الكتاب الرسول اخذ الكتاب من جبرائيل فدفعه جبرائيل الى الرسول وامره بدفعه الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فقال له اقراه هذا القسم اللي يرتبط بامير المؤمنين فقراه حرفا حرفا كلمة كلمة فقال يا علي هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي وشرطه علي وأمانته وقد بلغت ونصحت وأديت العهد شنو هو الموثق الذي يجب مراعاته هذا عهد نقال عهد فلان إلى فلان يعني شنو يعني ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه هذا عهد ربي أنا يعني قد بلغت هذا شرط ربي الشرط شنو هو الشرط كله أمر معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه هذا يسمى الشرط كالعلامة له زين هذا شرط ربي الرسول يقول وقد نصحت النصيحة شنو هي الخلوص الإنسان حينما يخلص قلبه إنسان آخر يكون قد نصحه حتى الموعظة تسمى نصيحة لأن هذا اللي ينصح شفقة على المنصوح ينصحه حبا له لأن قلب ما في بالنسبة إليه غل وغش الأنبياء كانوا ينصحون أقوامهم يعني ما كانوا يقولون لهم لا غل فيه لا غش فيه لا خداع فيه وإنما يريدون مصلحة أقوامهم لينجو من عذاب الله وينال ثوابه وأمانته هذه أمانة وقد أديت سلمت الأمانة إليك فقال علي عليه السلام وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنك أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت نعم أنت بلغت وأنت نصحت وان تصدقت وانا اشهد لك ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودب ودمي. فالرسول مامور بتسليم الوصيه الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فسلمها اليه. جبرائيل هم شهد. فقال جبرائيل: وانا لكما في على ذلك من الشاهدين. يشهد جبرائيل على أن رسول الله قد سلم وأن أمير المؤمنين عليه السلام قد استلم في يوم القيامة الرسول يشهد أمير المؤمنين يشهد وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يشهد على الذين عصروه من بعد رسول الله إلى يوم استشهاده يشهد عليهم زين من يشهد على رسول على أمير المؤمنين بأنه قد أدى ما عليه الرسول يشهد عليه لأن الرسول صحيح هو انتقل إلى الرفيق الأعلى لكنه حاضر ولكنه يرى ولذلك يشهد إذا واحد ما يدري شهادته تكون شهادة زور على إما يعلمون بأفعال الذين بأفعال الناس لذلك يشهدون في يوم القيامة إذا ما يعلم شلون يشهد يعني الآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يشهد علينا في يوم القيامه زين اذا هو ما يشوف اعمالنا شلون يشهد هذه شهاده زورتكم فلذلك الله سبحانه وتعالى حينما جعلهم شهودا علينا اعلمهم فيعلمون باعمالنا فيشهدون بعلم على اعمالنا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والله سبحانه وتعالى يشهد على رسول الله صلى الله عليه واله بأنه قد أدى ما عليه. فالرسول صلى الله عليه واله يشهد على أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يشهد على أن الرسول قد بلغ، وجبرائيل يشهد عليهما بأن الرسول قد بلغ، وأن أمير المؤمنين قد وعد بتنفيذ ما في هذه الوصية، وأما التفاصيل فسنتلوها عليكم في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين